ثلاث اربع فريمات دي مثلا شيء زي كده تمشي بالطريقه دي باسم الفريم بيقولوا حاجه اسمها اللي هو اسمه اي فريم. الاي فريم ده الفريم الريفرنس بتاعي ده انا برسله بعمل له فيري لو كومبريشن بعمل له مثلا 1 تو 2 كومبريشن طبعا ما خليه انه هو ده تاني هو الريفرنس كل مره برجع له الفاريه واحد ما بعمل له بريدكشن من الاول وواحد بيعمل له من القدام والوقت كده محتاجين بفر فمن يعمل الكودينج الكودينج بيكون مثلا بالنسبه للجامعه مثلا شايل 7 فريم 7 فريم بيجي بقول بشتغل 1 4 3 2 7 5 6 ما بشتغل ما بكون 4 الدي كودينج بيكون نفس الشكل بعد ذاك بحتاج لي بفر في رسم ثاني عشان انت تشوفهم بعد ذاك 1 2 3 4 5 ودي يسموها الجروب اوف فيكس. احنا كنا بنتكلم عن ويب ترانسفورم، الناس ما عندهم خلفيه عن الفوري ترانسفورم. الفوري ترانسفورم كلام قلنا الصوره هي الفاكتور الاساسي فيها تايم صح؟ هي بيسموها ستيشن دومين تايم دومين. فوري ترانسفورم بيحول كل اي حاجه بيخليها الاساس بتاعي فريكونسي عشان كده بيسموها الفريكونسي دومين. عشان كده الفورمة دي في هناك المسطر زي ذكرها في العربي ده دي هي الفوري ترانسفورم. اي شيء بالنسبه لي هو عباره عن فريكونسي ما بيشتغل باي حاجه ثانيه. ويفلس ترانسفورم لا عندها خاصيه ثانيه غير انها هي فريكونسي عندها ديفيجن ان تايم فده داخل بيدينا الابروكسيميشن بيدينا ان انا ممكن اشوف الصوره بتاعتي. اوكي للناس اللي ما شافوا الفوري ترانسفورم، الفوري ترانسفورم في 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 تو دايمنشن طبعا الصوره بالنسبه لي هي عباره عن تو دايمنشن. إذا عملت ليها فوري ترانسفورم كل اللي بيحصل إنه الفوري ترانسفورم بيجمع لي كل الإنرجي بتاعت الإيميج بتاعتي في السنتر بتاعي. كل الإنرجي، إذا كل الباقي بالنسبة لي في الصورة هو عبارة عن لو إيميج، الهاي إنرجي قاعدة وين؟ قاعدة في السنتر بتاعي. لكن ما فيها ما بقدر أشوف الصورة بتاعتي، الصورة تختفي، تبقى زي الشمس، بعد كده باقي كله بلاك. لو إذا في ظل شمس. فإذا ما بتديني ما بقدر أشوفه، ما في فيجواليزيشن. الدي سي تي اللي حاطه شغالين ده والجي بيك اللي انت شغال الناس شغالين ده كله عنده نفس المشكله. الدي سي تي هو خطوه لقدام من الفوري ترانسفورم، كل اللي عمله فوري ترانسفورم فيها ريال كومبلكس قاموا قالوا والله احنا الكومبلكس ده خليه يشتغل بالريال بس عشان كده شالوا الكوساين بيسموه ديسكريت كوساين ترانسفورم. فالفوري ترانسفورم عندها خاصيه انها هي ديفيجن بتاع الفريكونسي. فكلنا ممكن نقول عنها دي الميزات الاساسيه وميزات ليه استخدمناها هنا لانه في حاجه اسمها سبيس ار ان دي سبيس اللي هو سيت بارتيشن ريدندنت لان هي ريدندنت كونا الترانسفورم دي حاجه برا ريدندنت هي حاجه برضه برا لان الريدندنت بيعالج لنا مشكله في الفور ترانسفورم اسمها شيفتنج فير انه بين الفريم والفريم بتاعنا في تي تايم الفوري الويبلس بي الثلاثة دي كلها عندها مشكلة إن إذا حصل لها شيفت الترانسفورم بتاعها ما خلص الشيفت عشان كده جبنا ريزوندا ونقول الترانسفورم يحل لها المشكلة. خلينا دي تقريبا إن هي توازن الترانسفورم إن هي صورة بعد كده تتقسم على حسب ثلاثة لكن تدينا الابروكسيميشن تديني إن هي I can see it visual I can visualize the image itself الجيمنج ما بتروح مني ما زي الدي سي تي ولا زي الفوري ترانسفورم. ده الموديل بتاعنا اللي عملناه من كنت نعمل زي كده نفس الشغل كنت داخل في الدمنا سجل لنا اربع صور والاربع صور اللي عملناها موشن سيميشن موشن كومبنسيشن نجيب الايرو نعمل لها داون سامبل نرجع زي ما كان ندخلها في كومبريشن انجن نفس الحكايه اللي جينا ثاني تبقى لنا بس واخدت واحده تبقى الريفرنس واحده تبقى لي ده المشهد نفس الكلام الارجن اللي احنا ده كده يا دوب دخلنا الارجن اللي احنا اشتغلناه شغالين ده وكلام حاجه اسمها سبليتنج بجي بس بمسك من فوق انه بقسم بعد شويه اي ناس بيشتغل اي زول بيشتغل الجوريزم كان نيورال نتورك كان فاضي بيعك طالما انا عملت الجوريزم ماشي لقدام فورورد لابد ارجع ثاني كلين اب صح عشان كده بروم لابد ارجع بروم هو نفس الجوريزم احنا ماشيين مش درجه واحده بعمل سبليتنج ببدا من فوق زي التري صح ببدا التري ببدا من هنا بقسمه قسمت 8 باي 8 3 باي 6 9 4 باي 4 2 باي 2 بعد شوية بيرجع تاني بلمهم مع بعض بس ما بتعرف ففي الجزء اللي بيستخدموا في تو بروسيسز بليدنج اند ميرجنج احنا بس بليدنج
المادي المرتبط بالنسبه لنا. لو الوقت بعد الوقت تصوني مين الوقت ازاي او نقدر نواصل في اي شيء تصوت على الوقت مين بعد ده بعد ما وصلنا هنا ثم كل الكلام الكلام الثاني قلنا عملناه وعملناه جنراليزيشن اللي اسمه 3D وكيف زينا كان انه ده جبنا معانا اثنين نظارات لكن طبعا ما بتكفي الناس على اي حال نفس الشغل اللي بتشتغله ده بيشتغل 3D مش كنت 3D بس حاجه بسيطه 3D ما الناس كلها ما هو عبارة عن 2 image مع بعض كلها ممكن تكون 2 image ممكن يكون حاجة اسمها image with this ده 2 image بيدينا 3D left or right إذا عنده عارف 3D يجي لا لا يحل لا نوقف الصعيب لما ما دار يشيله كده يزاد معه أوكي ممكن نفس السنة على 3D حاجة 3D أصلا ك3D ال 3D هو عبارة عن شنو عبارة عن left image رايت ايمج لكن رايت ايمج بتفهم شنو؟ بتفهم بالنسبة لنا كهيومن بي كهيومن بي عندنا رب الله سبحانه وتعالى قد الناس قدرة انها هي تشوف الدايمنشن ده بشنو؟ ليه لأنه عندنا عينين عين باليمين وعين بالشمال صح؟ عشان كده انا بقدر اشوف لو كان عندك عين واحدة ما كنت شفت الدايمنشن حتى لو غسيت كويس؟ العين دي هي بتشتغل بتشتغل بانها هي كالكوليت الدبل ده لكن لو خليت لو كان عندك عين واحدة ما كنت هتشوف اي شيء كنت هتشوف اي شيء زي كانه كانه حاجة مسطحة انتو دايماش فالآن لو ربنا دان عينين دي الفرق بين العينين هي بتديك الدفت الاحساس بالدفت انه في حاجة داخل الجلوة مارك شوية فبداية ممكن اجيب صورة فرق الصورة يعني زي كانوا وقفت هنا شلت الصورة للكرسي ده تحركت لي 5 سنتيمتر شلت ثاني صورة دي ملمه ونلمه مع بعض 3D 3D بيجيب الفرق بين التوين فده 3D العادي حسب زي قال برضه نفس الحكاية أنت زي نفس المشكلة إذا أنا بدي أعمل صورة عادية أوكي تبقى 3D لكن أنا عايز أعمل موفي 3D دي بالنسبة لي دي إشكالية اللي كان إذا عملت لها بدل كومبريشن واحد بيجي عايز أعمل 2 كومبريشن صح لا أنا عندي 2 إيمج مع بعض أزلمهم مع بعض فدي أصلا دي هي اللي سببت مشكلة فأنا إحنا بدل نعمل كده نقول لا نقول نرسم صورة واحدة نرسم الديفرنس بس الدبث بس بين الصورتين الدرس من الصوتين اللي هو حيكون شكل عام حيوصل صورة واحدة الدرس من الصوتين دي الصورة الثانية يسموها الدرس ما دي بشيلة ديفرنس بين الرايت والليفت فدي انا درس سهل جدا للأولى نطبق فيها نفس الأرجوز اللي احنا شغالين بيها وعملناها بالنسبة للثانية دي فيها مشكلة أساسية إنه الجريد اللي أنت شايفها دي الرامة فيري كلوز زي النورمالايز ايمج فيري كلوز تو ايتش اذر إذا كان هي very close إذا حاولت أعمل لها compression أعمل لها distort ودي هي الشيء اللي هي depth information بتاعتي فإذا لابد إنه دائرة نقول إحنا الأمريكان دائرة كينيت ما دائرة تشتغل معاه يعني ما الشغل العادي ما الشغل الميكانيكي العادي دائرة تشتغل معاه بالراحة عشان تشتغل فدي هي خلت إنه الريسيرش شوية إنه يبقى شوية effective اللي هو نشرنا نستنى منه إحنا شو بيبر في الموضوع إنه لما يجينا الحتة دي الدي سي تي اللي هذا شغال الجي بي ما بيشتغل زي ويب ترانسفورم انه هو ويب ترانسفورم هنا ضرب الدي سي تي يعني الدي سي تي حتى الناس بيشتغلوا الجي بي مشهور جدا من الناس بتاعته مع انه الجي بي 2000 بيشتغل ويب لكن ما بقدر اعرف انه 2000 فدي هنا في دي من الحاجات اللي خلت انه لسه شويه عنده هنا ان الدس ما بي البكسل بتاعتها فيري سمول فعشان كده الويب ترانسفورم كان كابشر دي عنده غدا انه يكشف الايدج بتاعته. بس الناس اللي تمام؟ على فكره لكن خليهم مره ما حد يقدر يشوف الا ما في دي الا بالنقطه. ما بتشوف لكن ممكن نسوي بس فوتو ريح ما اشتغل فده كله هنا فاذا كان اي زول انترست في الموضوع بعد ذلك قابلنا يا برا ان شاء الله